والآن هناك مبادرة من الرئيس بيري يجددها، وهو سبق وأن دعا لحوار في العام 2006، وهذا الحوار يدعو إليه مجددا، ولكنه بملازمة انتخاب رئيس جمهورية بعد جلسة حوار لمدة 7 أيام. هذا الحوار هناك من عارضه من ما يسمى بالمعارضة، وهناك من وافق عليه. في الدعوة السابقة لم تكن هناك مصداقية موجودة لعقد الحوار، سيما مع رفض القوى المسيحية المشاركة، الآن تأمن مع التيار الوطني الحر، وأيضا النائب وليد جملاط وكتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جملاط أيدوا الحوار، وله بالأمس تصريح في هذا المجال. وأيضا كتلة الاعتدال الوطني السنية. ذلك الحوار حتى الآن هو قائم، ولم يحدد له الرئيس التاريخ، لكنه سيدعو إليه في وقت قريب عندما يأتي لودريان. ننتظر عودة الموفد الرئاسي جان إيف لودريان، وهو ينتظر أجوبة الكتل النيابية على أسئلة طرحها عليهم. ومع مجيء لودريان تنكشف أيضا مدى التجاوب مع المبادرة الفرنسية التي يقول البعض أنها انتهت، وأنا برأيي ما زالت حية لأنها مرتبطة باللقاء الخماسي، والرئيس بيري سيدعو إلى الحوار، وإن لم يتوفق فإن شهر أيلول سيكون نهايته مبلول برئيس جمهورية إذا حصل هذا التوافق، وإلا فنحن إلى المجهول. جنود الرب، جنود الفيحاء، أو أي جنود تحت أي تسمية جاءوا، ما هم إلا ظواهر شاذة وفطريات سامة تنبت في المجتمعات التي تضعف فيها يد الدولة. هذه الجماعات تتغذى على الأفكار المتطرفة وتتخذ من الدين غطاء لها، بغية استقطاب المهمشين الذين يريدون لعب دور البطولة في مجتمعاتهم، وهم يظنون بأن عباءة الدين قد تمنحهم بعض التعاطف الشعبي والحصانة من الملاحقة القضائية. واليوم هم يستغلون موضوع المثلية الجنسية التي شكلت مدار نقاش في المجتمع اللبناني ما بين المتمسكين بقيم المجتمع الحقيقية والدينية وبين دعاة التحرر من كل الضوابط وكل القيم، ولذلك وجدوا فيها مادة دسمة للظهور على مسرح الأحداث. برأيي أنه لا يجب التساهل بهذه الظواهر التي تمارس الأمن الذاتي وتجعل من نفسها رقيبة على المجتمع، بل وتحاسبه أيضا من وجهة نظرها، وبالتالي على الدولة أن تضرب بيد من حديد لكون هذه الجماعات أولا تنتحل صفة حارس المجتمع وبالتالي تعتدي على القوى الأمنية الرسمية، وثانيا لأن هذه الظاهرة هدفها نشر سياسة الأمن الذاتي بعناوين طائفية، وهذا يشكل دعوة صريحة للاقتتال المذهبي والطائفي، وهي جريمة عدوان على الأمن المجتمعي المولجة بحماية القوى الشرعية فقط لا غير. وبالتالي ينبغي إصدار قانون يحظر مثل هذه الجماعات ويقتضي اعتبارها عصابة أشرار، لأن كل ما تقوم به هو عبارة عن تفكك، عملية تفكيك للمجتمع، ويصح أن نطلق عليهم جنود إبليس لا جنود الرب. مثل ما بنعرف أنه خلال الحرب على سوريا اللي بدأت بمنتصف أيار 2011 بلشت تدفع على لبنان موجات النازحين السوريين جراء الحرب العسكرية الإرهابية اللي شنت ولا تزال حتى اليوم تشن على سوريا. هلا بنعرف آنذاك انه في بعض النازحين قد يكون يعني مناطقهم غير معرضة للحرب العسكرية، ولكن نتيجة الحرب وانعكاسها على الوضع الاقتصادي وعمل الخوف ايضا دفع بعض النازحين للاتيان الى لبنان. هلا هون نحن وانا عن متابعة عم احكي انه في جمعيات استغلت الوضع
وحتى جربت انه يعني تشجع النزوح. وانا هذا الكلام مسؤول عنه، تابعت بعض الامور بعكار تحديدا، مثلا هيدا عم اعطي مثل من الامثال في كل لبنان، بس انا في موضوع تبعته بعكار، تشجيع على النزوح. هلا هيدي من الناحيه النفعيه، وشفنا انه في حتى محلات تعاونيات او سوبر ماركت كبيره للمواد الغذائيه والى اخره، عملت عقود مع منظمات دوليه لاغاثه السوريين واستفادوا وعملوا اموال وسمسرات والى اخره. استفاد كمان ايضا وقت المنظمات التكفيريه في لبنان استغلت مخيمات النزوح مثل مخيم عرسال، وارسلت من خلاله السيارات المفخخه والانتحاريين اللي استهدفوا الاستقرار اللبناني على امتداد الخريطه اللبنانيه من الشمال للجنوب وصولا للبقاع الى اخره. هلا اليوم نحن بالحرب الثانيه على سوريا، وهي الحرب الاقتصاديه حقيقه الشرسه جدا، اللي هي اليوم وصلت الامور والعمله السوريه يعني توصل لمحل يعني يمكن ما قبل الانهيار اذا صح التعبير. فاستغل بعض المهربين، اكيد انا برايي مغطى عندهم تغطيه امنيه، لا يمكن يقدروا يقطعوا الاعداد اللي عم يحكي تشوف عنها وزير المهجرين ورئيس الحكومه، واعداد النازحين اللي هي تجاوزت ببعض المحلات عم يقولوا يعني 1000 وغيره بدون تغطيه امنيه. لذلك في اكيد بيكون في عندهم تواطؤ مع بعض الاجهزه الامنيه، الجيش اللبناني عم يتصدى لها، عم يجرب يمنعها قدر ما بيقدر، ولكن اكيد في تواطؤ معين، لانه كمان بلبنان في ازمه ماليه كبيره ورواتب، حقيقه نحكي بموضوعيه، رواتب صارت حقيقه دون المستوى، ويمكن هذا بيصير يشجع على الفساد. الوضع هذا حد ذاته بشجع وبيخلق فساد صراحه. طبعا ما بعض الناس اشراف اللي ما بيقبلوا ابدا ما تحت اي ثمن يكونوا يعني يتورطوا بعمليات فساد. فلذلك استغل الوضع الاقتصادي، استغل الوضع الاقتصادي لبنان، وشفنا نحن انه في تنشيط للحركه، حركه النزوح مجددا الى لبنان. هول ممكن يكونوا عندهم بعض منهم يعني طامحين انه يهاجروا بالبحر تهريب على بلاد اوروبيه، وما بعرف هذا الشيء قديش متاح. ممكن يكون في منهم مسلحين مثل ما كشف وزير المهاجرين الاستاذ عصام شرف الدين، وهذا اللي بخوف ما يكون في دور ارهابي معين يقوموا فيه بلبنان، وممكن يكونوا وراء حقيقه لزياده الضغوط على البلد، زياده الضغوط على البلد بقصص لها علاقه ممكن يكون مستقبلا بالتسويه المقبله بلبنان بالمنطقه، منا حتى نحدد منا بشكل خاص الوضع بين لبنان والعدو الإسرائيلي. العام الدراسي القادم رح بيكون صعب، هيدا العنوان تبعه، رح بيكون صعب على الأهل بالمدارس الخاصة، لأنه الأقساط إما دوبليت أو تربليت أو حتى ربعيت بشكل غير منطقي، والأهل مش مطلعين على أسباب الزودة يلي مش عم بيقدروا يقوموا فيها ويدفعوا أقساطها، ولا أقساط ولا رسوم النقل أو حق الكتب والكوستيوم، خاصة المدارس المعتمدة كتب أجنبية. لكن القطاع الخاص رح يمشي، لأنه اللبناني مقتنع بتعليم أولاده، بيضحي بالغالي والنفيس لأجلهم، ورح يتدينوا أو رح يعتمدوا على المهاجرين الأقارب ليساعدوهم. أما القطاع الرسمي رح بيكون صعب، لأنه الأساتذة ما رح بينالوا الزودات الموعودة من الوزارة، وعم بيعانوا الأمرين مدبوحين بكل معنى الكلمة. فالقطاع الرسمي، المدرسة الرسمية معرضة للإقفال ولعدم قدرة الأساتذة على التعليم، وهون الوزارة مطالبة بأن تقوم بواجبها سريعا وتقنع الأساتذة بأنه إلهم الوعود يلي انعطت وما تنفذت. الله يكون بعون الأهالي يلي أولادهم في المدرسة الرسمية وما قادرين يعلموا أولادهم بالمدارس الخاصة. بأي ساحة رح تترجم المواجهة بين روسيا وتركيا على خلفية فشل اللقاء الرئيس الروسي مع الرئيس التركي؟ الجواب مع الخبير في الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين، تفضل. أعتقد أن إحدى الساحات الأهم التي يمكن أن ينعكس فيها
التصدع إذا جاز التعبير بين تركيا وروسيا، بمعنى أن روسيا لم تعد تثق بتركيا، وأن أردوغان الذي يفترض أن يجيء إلى سوتشي بعرض فيه بعض التنازلات الغربية جاء خالي الوفاض، لم يأتي بشيء، وكأنه كان يراهن على أن روسيا محكومة في علاقاتها وفي المرحلة الراهنة بعلاقاتها مع تركيا، وهو الأمر الذي يجعل أردوغان يراهن، ولكن كما ظهر من فراغ أن روسيا أو بوتين سيتنازل كرما لعيون صديقه الرئيس التركي ويقبل بإعادة اتفاق إحياء بإعادة إحياء اتفاقية الحبوب، وهو الأمر الذي لم يحدث. ممكن التساؤل هنا، هل لهذا انعكاس على الساحة السورية على سبيل المثال؟ أعتقد أن ذلك قد يكون ممكنا، أنا أعتقد باتفاقية وبدون اتفاقية، لكن لا شك أن الوضع في سوريا كانت تحكمه علاقة شراكة بين تركيا وروسيا إلى حد ما، وهو الأمر الذي وفر وأتاح لتركيا تحقيق العديد من الإنجازات في الداخل السوري من خلال ضوء أخضر روسي لاحتلال مناطق في شمال غرب سوريا، ومن خلال عدم تعريض المناطق الاحتلال التركي لهجمات حاسمة من قبل الجيش السوري وشركائه بما فيهم روسيا. وبالتالي ربما يكون التصعيد في الساحة السورية ليس بين الأمريكيين والقوى الموالية للدولة السورية، بل بين المناطق التي يوجد فيها احتلال تركي وعناصر مسلحة، وبين القوات الجيش السوري وتدعمهم روسيا هذه المرة. قد يكون ذلك بداية مرحلة من شد الأصابع أعتقد، وليس أكثر من ذلك، لأنه في النهاية كذلك كما تركيا كما روسيا لا يمكن أن يعرض شراكتهما في الساحة السورية والتي تتضمن مصالح متبادلة بين الطرفين لأن تنكسر بشكل كامل، وهو أمر مستبعد. لكن التصعيد قد يكون قائما ولكن بشكل مدروس وضمن ضوابط لا يمكن، لا يعني لا تدفع الطرفين التركي والروسي إلى تجاوزها وكسرها. دكتور نور الدين، شو علاقة اتفاقية نقل الحبوب بتصدع العلاقات الروسية التركية؟ أبلغت روسيا أطراف اتفاقية نقل الحبوب من أوكرانيا إلى العالم بأنها ستنسحب من هذه الاتفاقية في 17 تموز الماضي، وبالفعل انسحبت روسيا من هذه الاتفاقية، وتوجهت الأنظار إلى تركيا تحديدا على اعتبار أن تركيا كانت قد قامت بالدور الوسيط الأساسي بين روسيا وأوكرانيا وبمشاركة الأمم المتحدة في التوصل إلى هذه الاتفاقية في صيف العام الماضي 2022. التوقعات كانت كثيرة من لقاء أردوغان مع بوتين يوم الاثنين الماضي، وكان الكل يعول على دور تركي لإقناع بوتين بتجديد الاتفاقية، لكن القمة انتهت بصورة قد تكون مفاجئة للبعض لكنها عادية للكثيرين، وكانت مخيبة للآمال. وأظهر تصريحات الرئيسين أردوغان وبوتين أنه لا جديد في هذا الأمر، وأن روسيا متمسكة بمطالبها بإدخالها بنظام سويفت العالمي بالنسبة لصادرات الحبوب على الأقل، وبتأمين سفنها التي ترسو في الموانئ الأوروبية وما إلى ذلك. ولكن على ما يبدو أردوغان ذهب إلى هناك خالي اليدين، لم يذهب بأي تجاوب غربي مع المطالب الروسية، وهو الأمر الذي حدا ببوتين إلى أن يصر على الاستمرار في الانسحاب من الاتفاقية، وبالتالي يعني تعريض البحر الأسود والصراع مع أوكرانيا لكل الاحتمالات الممكنة.
أعتقد أن الفشل القمة بين بوتين وأردوغان ستترك انعكاسات كثيرة أو متعددة على الساحات المشتركة للتعاون والصدام بين الطرفين، سواء في أولا البحر الأسود، لأن هذا يعني أن التوتر سيستمر لفترة مقبلة إلى حين يتم التوصل إلى اتفاقية جديدة إذا تم التوصل إلى هذا، ووصولا إلى سوريا حيث يستمر أو تستمر معظم الأطراف بالتصعيد هناك، ولا سيما في المناطق التي تحتلها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وصولا إلى القوقاز حيث أن التعاون الروسي التركي مهدد بالتصدع نظرا للمواقف التركية التي ظهرت واضحة في انحيازها إلى جانب الغرب ضد روسيا. وهذا أعتقد من أهم نتائج هذا اللقاء بين بوتين وأردوغان، كما ورد في عند بعض المحللين الأتراك أن بوتين بدأ ينظر بشكل مختلف إلى تركيا، وبأن تركيا لم تعد ذلك الشريك الذي لا غنى عنه أو لا بديل عنه. دكتور نور الدين، شو هو المقترح الروسي أو ما يعرف بصفقة البحر الأسود كبديل عن اتفاقية الحبوب، وشو المطلوب من تركيا وقطر بهالصفقة؟ ربما من الخيارات المقترحة كبديل ولو مؤقت لاتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية إلى العالم هو المقترح الروسي بأن يتم نقل حوالي 1,000,000 طن من الحبوب الروسية تحديدا إلى تركيا ليعاد إعادة تصنيعها وتصديرها إلى الدول الفقيرة وليس إلى كل دول العالم، وعلى أن تكون أسعار هذه الكميات مدعومة يعني أرخص من المعتاد من جانب قطر، وبالتالي هذه الاتفاقية قد تكون ثلاثية يعني تركية قطرية روسية. ولكن بجميع الأحوال تركيا ترى في ذلك ربما بديلا مؤقتا، ولكنه لا يعوض عن سعيها لإنجاز اتفاقية جديدة مع روسيا لنقل الحبوب الأوكرانية، لأن سقوط الاتفاقية السابقة يعني فشلا للدبلوماسية التركية التي سعت إليها في الأساس، وإعادة إحيائها يعني إنجازا لهذه الدبلوماسية. لذلك أعتقد ربما وربما لا، لأنه بالنهاية ليس من بديل كما قال حقان فيدان وزير الخارجية التركي عن إحياء اتفاقية الحبوب القديمة، ولكن مع تعديلات التي تطلبها روسيا بطبيعة الحال. يعني ربما نشهد ما يمكن تسميته اتفاقية بدل عن ضائع في المرحلة المؤقتة المقبلة في انتظار استكمال المفاوضات ويعني انتزاع التنازلات من العالم الغربي ليلبي بعض المطالب الروسية بشأن تجديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية وتصديرها إلى العالم. شكرا دكتور محمد نور الدين الخبير في الشؤون التركية، وشكرا لكل المتابعين. الحالة الموجودة بالسويدة اليوم هي طبعا حالة مقصود منها زعزعة النظام والأمان والاستقرار الموجود بمحافظة السويدة. هذا أمر في أيادي خارجية عم تشتغل عليه واضح معالمها ودلائلها. الناس نزلت بمطالب معيشية، واليوم الوضع المعيشي هو وضع على كل الأراضي السورية، موجود بكل محافظات سورية في وضع معيشي صعب وأزمة بنزين وغاز، وهذا أمر طبيعي نتيجة لقانون قيصر، نتيجة للحصار الموجود على سوريا، نتيجة لحرب 13 سنة طلعت منها سوريا. طبعا الأيادي الخارجية ما ريحها الشيء اللي صار بعد القمة العربية والانفتاح اللي صار على سوريا، وهذا أمر خلاها ترجع تحاول تعبث ضمن الأراضي السورية، وعم بتحاول من خلال محافظة السويدة. محافظة السويدة اللي هي محافظة أهلها ومشايخها عندهم وعي كامل، عندهم التزام بدولتهم، عندهم حب لدولتهم،
وهذا أمر ضحوا واشتغلوا ودفعوا أثمان غالية وشهداء خلال 13 سنة بهذا الموضوع، ما رح تنجح معهم هيدي الخطط اللي عم يضعوها اليوم بالسويد. طبعا نحن على تواصل من خلال رئيس الحزب مع القيادة السورية ومع مشايخ العقل، ومن خلال دورنا اللي عم نقوم فيه مع الأهالي ومع القيادة السورية في تواصل دائم. الوضع واضح، المشايخ العقل عندهم وعي كامل، والأهالي والعائلات والمرجعيات مواقفهم واضحة. عم ينزل بعض المندسين على هذه التظاهرات وعلى هذه التجمعات يحاولوا يوجهوا التظاهرات والتجمعات باتجاه آخر. في ناس كثير رفضت هذا الموضوع، انسحبت من هذه التجمعات، واليوم الوضع البلد رجعت فتحت بشكل كامل تقريبا. مرحبا، أنا سعيد جدا بفوز فيلم Valley of Exile أو وادي المنفى بجائزة لجنة التحكيم كأفضل فيلم روائي طويل Best Feature Drama بمهرجان سينيكويست السينمائي بكاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية. الفيلم من إنتاج كندي لبناني مشترك من إخراج الأمريكي من أصول إيرانية أنا فار، صور بلبنان بمخيم للنازحين بسهل بقاع من حوالي السنتين. فخور جدا بهيدي المشاركة كممثل لبناني عم بيشارك ببطولة هيدا الفيلم إلى جانب البطلتين السوريتين. فخور جدا بالمشاركة بالمهرجانات العالمية وبالجائزة اللي أخذناها بالعرض العالم الأول، وحاليا عم نتحضر للعروض العالمية الثانية فانكوفر بكندا، فانكوفر انترناشونال فيلم فيستيفال، فيما بعد العرض الأوروبي الأول بوارسو بولندا، وارسو انترناشونال فيلم فيستيفال، فيما بعد البرازيل ومهرجانات أخرى وصولا إلى المهرجانات العربية. سعيد بهذا الفوز اللي هو بيمثلني أنا كممثل لبناني أكيد، وسعيد للفيلم بشكل عام بقضيته الإنسانية اللي بيطرحها على خلفية الحرب السورية وهالقضية الإنسانية من خلال قضية قصة هالبنتين الأختين اللي نزحوا للبنان، قصتهم وصراعهم من أجل حياة أفضل. بنلتقي إن شاء الله بمهرجانات جديدة وجوائز جديدة. شكراً.